جاءوا كي يصلوا ويتباركوا بالميلاد المجيد، ولكن بمظاهر أقرب إلى الحزن منها إلى الفرح هذه المرة، وقفوا ليتلوا الصلوات على أرواح ضحاياهم في تلك الواقعة التي شهدتها الكنيسة، وعلى مبعدة أسابيع من المجزرة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. اثنين من أقاربي محتجزين للغرفة المتعارف عليها عند المسيحيين غرفة العماد، يعني المسيحيين يعرفون شنو غرفة العماد، يعني احتجازهم تقريبا 3 ساعات طول. تدري هاي اللحظات يعني الله مثل ما نقول لا يوريها لحد، بس الحمد لله والشكر. قسم اللي وياهم استشهدوا، والقسم اللي أهلي من ضمنهم قدرت القوات العراقية الحمد لله والشكر خلصهم. يعني لم يكفوا عن الابتهال في أن تنعم بلادهم بالأمن والسلام، فقد مرت أعوام طوال كان فيها المسيحيون في العراق يمارسون طقوس أعياد الميلاد بمظاهر غاية في البهجة والاحتفال، لكن احتفال هذا العام بدأ مختلفا بالنسبة للبقية الباقية منهم. القداس كان كل سنة يصير بغير جو وبغير احتفال كبير، يعني وثلاث قداديس يصير، هاي السنة صار قداسين بس، ومو مثل كل سنة، يعني كل سنة أشوف العالم أكثر هنا وأشوف العالم مبتهجة وفرحانة وأثرة طبعا على المسيحيين، تأثر لأن المسيحيين 3/4 طلعت من وراء هاي مال الكنيسة أكثر شيء، يعني شوف كلها قامت تسوي يعني جوازات وهاي بتطلع ما تقبل تبقى، يعني إحنا همنا ننقهر، أهلنا نصهم راحوا وما بقى لنا أحد، يعني هم إحنا متفرقين عنهم، ما نريد هيك، إحنا نريد كلنا نصير عوائلنا سوية، وإن شاء الله يرجع الوضع زين، وإن شاء الله هم يرجعوننا، وإن شاء الله ترجع الكنيسة مثل ما كانت، لأن إحنا حزينين عليها. هسه الكنيسة قبل كانت يعني شلون الكنيسة، بس هسه كلها شوف أثر الطلقات وأثر التفجيرات والها، يعني إحنا فد مرة حزينين والله العظيم، يعني قاعدين بالقداس وعيوننا على الطلقات وعيوننا على الصور مال القسان وعلى صور الشهداء كلها، يعني أدنى صوت أدنى شيء يصير إحنا قمنا نخاف. موجات الهجرة بالنسبة للمسيحيين بدأت مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، لكنها ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة إثر استهدافهم من قبل جماعات مسلحة. وبالرغم من اضطرار العديدين منهم للرحيل، إلا أن أعدادا أخرى ترفض إغراءات الهجرة وتجد نفسها أكثر التصاقا بالوطن. أنا مع ذلك أقول لأي مسيحي، إذا أنت فعلا عراقي وتحس بعراقيتك ابقى ببلدك، ابقى ببلدك، لأنه هو أنا مثل ما يعني أقول دائما، يعني لو بقيت المسيحية الوحيدة بالعراق ما أعوف العراق نهائيا، لأنه هذا بلدي وهاي قوميتي. لعل أفراحهم وأمنياتهم تأجلت هذا العام، لكن الأمل يبقى معقودا على ما هو آت. كنيسة سيدة النجاة خلت من أشجار عيد الميلاد المزينة هذا العام، وأرواح ضحاياها ما تزال حائرة، كما هي الأسئلة التي تدور حول مستقبل المسيحيين في العراق.